وصلنا معاكم مشاهدينا الفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وبرضو هنستعرض معاكم مشوار الخير في سنة كاملة مع ضيفنا الأستاذ عزة الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين طيبين، ويا رب يجعل 2021 أفضل من 2020 إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. طبعا انتوا كمان كل سنه وانتم طيبين. مؤسسه سقيا الماء يعني عمرها سنه، بالرغم من ان الوقت يعني طبعا اللي بدات فيه واشتغلت فيه على الارض يعني قليل سنه، لكن ما شاء الله الانجازات كبيره جدا خلال السنه دي. بالظبط، يعني هو على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت الناس كلها بتتكلم ان 2020 كانت صعبه جدا عليهم، وكان فيها كورونا، وكان فيها بعض المناطق فيها سيول، وكانت فيها مشاكل كتير جدا. احنا بقى كمؤسسه يعني هو كان ربنا كرمنا فعلا ان احنا في خلال السنه دي قدرنا ان احنا نوصل لكل الناس اللي كان عندهم مشاكل. يعني لو اتكلمنا على الكورونا والجائحه اللي هي سببت في ناس كتير جدا يقعدوا من الشغل وما كانوش عندهم اي مدخل رزق تاني، فالمؤسسه قدرت ان هي توصل للناس دي كراتين اعانات تقدر تسندهم شويه لحد ما الجائحه قلت شويه. برضو قدرنا ان احنا في السيول اللي حصلت في الدسمي ان احنا ننزل نوزع حاجات كتير جدا بفضل ربنا وبفضل المتبرعين اللي دايما في ظهرنا. فهي السنه كلها قدرنا نعمل فيها حاجات ان احنا دايما في شفافيه ودايما في مصداقيه ما بيننا وبين بعض. انا الحلقه دي حابب ان انا تاني بقى نفكر المتبرعين اللي كانوا معانا من اول ما بدانا في 10/2019 لحد النهارده، ايه اللي احنا عملناه مع بعض وايه الانجازات اللي احنا جايين النهارده نفرح بيها في نهايه 2020. اول حاجه هنتكلم على مطروح، لان هي مطروح معروف عندنا ان هي واخده من نصيب الاسد في الابار، لان هو ده المشروع السائد عندنا. يعني احنا النهارده بنحتفل مع بعض ان احنا وصلنا ل 650 بير في خلال السنه دي. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. دخلتنا في مطروح كانت بالشكل التقليدي خالص، البير العادي اللي هو اللي عباره عن المبنى والدلو بينزل، والناس كانت فعلا عندها مشقه كبيره جدا هو ازاي يطلع الدلو وازاي يطلع الميه من جوه البير. فقدرنا ان احنا نطور اول تطوير في شكل البير نفسه، ان احنا نعمل بير بالشكل الجديد، الشكل اللي هو فيه ابسط سبيل للانسان ان هو يطلع الميه بشكل الحنفيه او بيفتح الحنفيه فالميه تنزله. فحاجه كانت بسيطه جدا، فالناس فرحوا ان هو يقدر يفتح الميه او يقدر يفتح الحنفيه فالميه تنزله من البير، فقللنا عليه المشقه. بعد كده فطورنا فيه وعملنا وصلات للبيوت، ان هو بدل ما بيطلع من بيته يروح لحد البير فيفتح الحنفيه فالميه تنزل، لا طب انا ليه ما خليش عنده وصله لحد البيت نفسه يفتح بيها الحنفيه فتنزل له الميه. فدي كانت من ضمن التطورات. بعد كده كانت عندنا اللي هو خالد شعيب محافظ مطروح كان اطلق معانا مبادره المراه المعيده او المشروعات الصغيره المراه المعيده، وهي ابراج الحمام. نفذنا 10 ابراج حمام، وده كان بمثابه مشروع صغير للاسره نفسها ان هي تقدر من خلاله تكون اسره منتجه مش اسره بتستقبل التبرعات. بعد كده قلنا هنطور شويه، او ناس بداوا المتبرعين يشاركونا في الافكار، هو ليه الميه المهدره من البير نفسه ما نستغلهاش؟ قعدنا نفكر طب ازاي نستغل الميه دي؟ فكانت الفكره حاجتين، اول حاجه ان احنا عملنا حوض صغير كده بياخد الميه اللي بعد ما الحنفيه بتفتح، فبعض الميه بتقع في جوه المبنى نفسه، فخدناها في حوض صغير يشرب بيها الطيور. فده اول تطوير في البير نفسه. تاني حاجة بدأنا ان احنا نستغل الارض اللي حوالين البير ان احنا نعمل فيها شتلات زيتون. هي مطروح معروفة بالزيتون وبالتين، فقلنا ليه ما نعملش الشتلات دي؟ برضو هيكون مشروع صغير للأسر نفسها، لان معظم الأسر اللي احنا بنشتغل عليها هي الاكثر فقرا في مطروح. بنعرف ازاي ان هي الاكثر فقرا؟ زي ما قلنا قبل كده ان هو من خلال الشؤون الاجتماعية، بنروح لهم يا شؤون احنا عايزين الناس اللي هي فعلا تستحق الصدقة. فالناس دي ما عندهمش اي مدخل رزق، ممكن يشتغل باليوميه، ممكن يسافر طول الاسبوع بره مطروح يشتغل ويرجع خميس وجمعه، فليه ما نساعدهمش؟ فقلنا نعمل لهم الشتلات الزيتون دي. نفذنا ثلاث اشكال او ثلاث نماذج للاسر هناك، قلنا كتجربه عشان نخش بقى 2021 بشكل افضل ان شاء الله بزراعات كبيره جدا. عملنا بعد كده في مطروح رفع كفاءه 5 محطات تحليه. يعني ايه رفع كفاءه 5 محطات تحليه؟ لان ناس كتير جدا مش فاهمه ما بين انشاء محطه تحليه ورفع كفاءه. انشاء محطه تحليه انا بعملها من A to Z، انا ببدا فيها من ارض فاضيه، ببدا فيها من البير ووحده المعالجه وكل حاجه. بس انا لما رحت هناك في مطروح وعملت البروتوكول مع شركه المياه هناك، انا كانت بالفعل المحطات موجوده، بس كان عندهم مشكله ان الملوحه فيها زياده. فطب نقلل ازاي الملوحه دي، او احنا كمؤسسه ازاي نساعد؟ فقال لك ان انتوا تحفروا بير على عمق اكبر من ده فيقلل الملوحة فالناس تقدر تشرب منها. دي حاجة. حاجة تانية، اللي الكمية اللي كانت بتروح للناس في الأول من المحطة كانت قليلة جدا عن الناس تستحقه أو الناس محتاجينه بتستهلكه،
فاحنا لما زودنا العمق فالميه طلعت اكتر، فبدات الناس تاخد النسبه اللي هي يعني تقريبا اللي هي تقدر تعيش بيها المده اللي بياخدوها. يعني هم كل اسبوعين اعتقد كان بياخدوا 4 طن وهم اصلا يحتاجوا 10 طن. فقدرنا الحمد لله نخلص اول محطه اللي هي محطه شماس، ودخلنا دلوقتي على المثاني. محطه شماس يعني ربنا يبارك في الناس اللي كانوا مشاركين معانا فيها، هي كانت بتخدم 9000 بني ادم، بتخدم 9 اماكن حكوميه او مصالح حكوميه. المثاني بقى احنا بنتكلم في 20000 بني ادم بيستغل المحطه دي. بنتكلم في 3 مساجد كبار جدا على مستوى قبيله كبيره، بنتكلم على حوالي 10 مدارس. فهي المثاني اللي احنا بدأنا فيها الشغل الايام دي فعلا كبيره جدا، فاحنا محتاجين الناس عشان نخش 21 زي ما فرحنا الناس في 2020 بشماس، لا احنا لسه عندنا السباق شغالين فيه في المحطات دي. طلعنا من مطروح، رحنا او في مطروح نفسها بس رحنا مركز بقى اللي هو او مدينه سيوه، وبدانا نشتغل ان احنا اول حاجه عملنا فيها زي كامب كده ان احنا نعمل فيها اسقف، وعملنا فيها وصلات، وزعنا فيها حوالي اعتقد 55 سرير و55 مرتبه، عملنا فيها حوالي 80 او 70 سقف، عملنا فيها برضو حاجات كده نساعد الناس شويه من موضوع الشتاء. يعني المفروض مؤسسه سقيا الماء هي متخصصه في الميه والابار ووصلات الميه والمواسير الميه، لكن كمان عملتوا مشروعات مختلفه كده السنه دي كمان. بالظبط. ليه عملنا كده؟ لان هو انا النهارده لما بدات اشتغل مع المتبرع ويشوف الثقه مني ويشوف الشفافيه ان انا دايما معيشه معايا في التبرع، فبدا يقول لي طب وليه ما ادكش فلوسي تعمل لي بيها مشروعات صغيره؟ ليه ما ادكش فلوسي تصرف بيها على المرضى؟ يعني لما عملنا عمليات العيون، فهي الثقه دي اللي كانت من الناس حاطينها فينا، فاحنا بدانا نوسع انتشارنا ونوسع مجالات المؤسسه نفسها. بس مع ذلك احنا برضو زي ما بدانا التخصص اللي هو في الميه، فكنا حريصين جدا ان انا كل ما اطلع مشروع اطلع فرد او في تيم مسؤول عن الحته دي علشان ما ياثرش في الكواليتي بتاع المشروع التاني. يعني انا الابار هو ليها التيم بتاعه، الوصلات ليها التيم بتاعه، المشروعات الصغيره ليها التيم، الاسقف، الحاجات دي كل حاجه، كل حاجه عندنا ليها تيم معين هو اللي بيقدر يشتغل عليها. ال 2021 في مطروح هنشتغل في ايه بقى؟ قلنا هنبدا في وصلات الميه هناك، هنبدا في سيوه، احنا متعاقدين او اتكلمنا مع شركه الميه احنا عايزين 1000 عداد علشان 1000 اسره تستحق الميه هناك. فرق ما بين، مع ان احنا كلها يعني هي سيوه هي جوه محافظه مطروح، بس في سيوه هناك فيها ميه وفيها مواسير ممكن توصل للاسر نفسها او حنفيات او وصلات ميه توصل للاسر نفسها، عكس مطروح ما عندهمش، لان احنا بنخش جوه الصحراء مسافات كبيره جدا جدا، فما عندهمش اي سبيل للميه الا البير. فهي بس عشان الناس يعني تعرف تفرق ما بين الاثنين، ازاي ان هي في نفس المحافظه بس دول بيتعمل لهم ابار ودول ما يتعملهمش ابار، ليه؟ علشان الفكره دي ان هو اصلا عندهم ميه عذبه، فبنقدر نوصل لهم الوصلات. وصله الميه اي حد بيقدر يتبرع ب 3000 جنيه نعمله لوصله الميه. البير قلنا قبل كده بيبدا من 15000 لحد 25000 جنيه، دي باختلاف المساحات. عايز يعمل مبنى الحنفيات بنزود 10000 جنيه عليه. جالنا بس الفتره اللي فاتت ناس بتبدا تسال على هو انا ليه لما بدفع 15000 جنيه بتعملوا لي البير العادي مش الحنفيات جنبه؟ ما احنا اتفقنا ان انا ال 15000 جنيه بيعمل بير 30 متر من غير الحنفيات. عايز اعمل بقى مبنى الحنفيات بزود 10000 جنيه اللي هو قيمه المبنى والموتور والسيراميك والحنفيات وكل والتانك والحاجات بتاعت المبنى نفسه. وهي بصراحة دي فكرة جميلة جدا ومختلفة، وانتوا يعني رواد فيها فكرة الحنفيات بتاعة الأبار، لأن دايما كنا بنشوف البير اللي هو عادي، لكن أول مرة نشوف الأبار اللي هي الجديدة اللي انتوا طورتوا الفكرة بتاعتها دي معاكم في سوق الماء، اللي هي الحنفيات الموتور ويرفع المية والناس تفتح الحنفية تشرب أو تملى مثلا مية منها. فكرة جميلة جدا وبحس كده فيها كرامة يعني. وكمان الأكتر الوصلات المية بقى المواسير المية اللي تمشي من البير لحد البيوت أو المسجد، يعني بصراحة أفكار جميلة. بالظبط، هي كانت الفكرة إن أنا إزاي أقلل المشقة على الناس دي والأمان. يعني إحنا جالنا مشاكل كتير جدا من أول ما بدأنا إن هو الناس بتقع جوه البير، فتحة أيوة. البير الأطفال بتقع جواها، فكانت صعبة جدا. فكنا ندور إزاي إن إحنا نأمن الناس دي وكمان نديهم حتة زي ما حضرتك قلت كده كرامة للبني آدم، إن هو يحس إن هو يعني مش بيتعب علشان يطلع المية دي أيوة. أو مش بيتهاني يعني. أيوة. طيب احنا دلوقتي نشوف مع مشاهدينا اول تقرير في حلقتنا النهارده من تقارير انجازات مؤسسه سقيا الماء، ونرجع نكمل كلام. كان في مجموعه من الشعراء رايحين في الطريق لقصر الملك يمدحوا الملك، وهم معديين في الطريق مروا على راجل فقير كده غلبان بيملى ميه بجره معاه. قال الى اين انتم ذاهبون؟ قالوا الى قصر الملك نمدحه. قال خذوني معكم.
قالوا مثلك يأتي معنا بقى أنت تبقى معنا؟ قال خذوني معكم، يعني هتخسروا إيه يعني لما تاخذوني معكم؟ فأخذوه معهم ودخلوا على الخليفة وقالوا الشعر وتكلموا بالنثر وقعدوا يمدحوا الملك بقى والخليفة، والملك عمال يديلهم فلوس وهدايا وأموال وعطايا. وجيب دور على الراجل الغلبان ده، فالملك قال ما الذي جاء بك معهم؟ أنت جاي بتعمل إيه؟ قال ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. بيقول له أنت كرمك عامل زي البحر وأنا معايا كوباية صغيرة يعني، فمش هتعمل حاجة في البحر ده. فالملك أعجب جدا بالكلام بتاعه، فقال املأوا له الجرة ذهبا. فالشعراء حقدوا عليه قالوا له بقى احنا تدلنا فلوس عادية والراجل ده تديله ذهب؟ قال هو مالي أعطيه لمن أشاء وهو ماله فليفعل فيه ما يشاء. تعرفوا حضراتكم الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده طلع من عند الملك وزع جرة الذهب دي على الغلابة والفقراء والمساكين. الملك عرف باللي هو عمله وبعت له، قال له انت ليه عملت كده؟ شوفوا قال ايه؟ قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. بيقول له الفلوس دي بتاعت ربنا، المال ده بتاع ربنا، انت اكرمتني وانا بكرم الناس. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. مش ربنا قال لنا وانفقوا من مال الله الذي اتاكم؟ اعجب الملك بكلامه اكثر، فقال لهم املأوا له الجرة ذهبا 10 مرات. عشان كده احنا جايين النهاردة مع مؤسسة سقيا الماء في محافظة مرسى مطروح وبنقول اذكر فضيلة صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجاته. جايين النهاردة واحنا بنشوف شكل جديد من اشكال الابار مع مؤسسة سقيا الماء. الحمد لله ان ربنا استخدمنا في خدمة الخلق يا رب العالمين، وربنا يا رب يجعلنا رسل رحمة للخلق دايما. اللهم امين. دايما لما بنيجي مطروح كان بيبقى المشهد او الكادر كله معانا كان بيبقى باللون الاصفر، لون الصحراء، لون المشقه اللي كانت بتبقى في عيون الناس وعيون اهالينا هنا في مطروح. بنبقى اتفقنا كلنا ان احنا نعمل بير الميه اللي كله خير. دايما كنا بنتكلم عن مياه الامطار والخير اللي بينزل جوه البير. شايفين حضراتكم النهارده بقى كم الخضره وكم اللون الاخضر اللي موجود عندنا، هو ده الخير اللي بينزل مع المطر، هو ده الخير اللي مؤسسه سقيا الماء بتحط ايديها في ايد حضراتكم علشان نعمله لاهالينا. احنا النهارده في شهر الخير، احنا النهارده شهر الشتاء اللي فيه الابار كلها بتتملي. يلا بينا كلنا دايما نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نلحق الشهر ده ونلحق الخير اللي دايما. الخير مش بس في الارض او مش بس في الصحراء اللي هي بدل ما كانت بالاصفر بقت النهارده بالاخضر، البير كمان جواه ميه كتير جدا في ميزان حسنات حضراتكم. صدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. رجعنا معاكم مرة تانية مشاهدينا، وطبعا شفنا التقرير وبصراحة يعني زي ما دايما بنقول إنجازاتكم على الأرض يعني بتتكلم بصراحة وبتدي مصداقية يعني. هو الحمد لله انا في التقرير ده بس كنت قلت حاجه على موضوع ان الصحراء، يعني انا بقالي سنه شغال في موضوع الابار وكنت انا مسؤول عن الابار. فكنت دايما لما بروح هو فعلا موضوع الصحراء، فهي الصحراء دايما بيكون الفيدباك عندنا جوانا احنا اللي هو فعلا المشقه والتعب والحر والشمس وتعب الناس بيبان في وشهم جدا. فلما رحنا السنه دي ولقينا بقى الارض كلها بقت خضراء بعد ما نزل اخر سيل، يعني هو نزل سيول كتير في مطروح واخر سيل لقينا الارض كلها خضرت، فكان فعلا جوانا كلنا بقى كفريق الابار ان هو شوفوا سبحان الله ربنا نزل الخير ازاي. يعني زي ما نزل الارض واخضرت الارض، فكل متبرع النهارده اتبرع ببير فنزل الخير ده زي ما خضر الارض نزل جوه البير عشان يتخزن مخزون حسنات كبير جدا بيطلع مع كل واحد بيفتح الحنفيه فبينزل له الحسنات اللي بياخدها المتبرع اللي شارك في ده. واحنا كمان طبعا كفريق بيشارك في تنفيذ الابار ده بناخد حسنات، وهو ده اللي احنا بنعمله في المؤسسه. فربنا يتقبل من كل الناس اللي شاركت الفترة اللي فاتت او 2020 في الابار، 650 بير، 650 متبرع قدروا يفرحوا اسر كتير جدا جوه مطروح. لسه عندنا يعني اسر كتير جدا محتاجة، وعندنا مفاجآت اكتر في 20 بقى 21 ومحافظات جديدة هننزلها بابار واشكال جديدة للابار. فربنا يكرم كل المتبرعين معانا. نطلع بقى من موضوع الابار ونخش بقى في موضوع المشاريع التانية اللي مؤسسة سقيا الماء بتعملها. لو رحنا للصعيد هنلاقي الصعيد عندنا احنا شغالين في حاجه قويه جدا هي وصلات الميه والخطوط الرئيسيه. وصلات الميه هناك بنقابلها ان هو بيبقى فيه اسر كتير جدا معهمش تكلفه الوصله اللي هي بتكون 7000 جنيه. الاسره الواحده لو راحت تقدم على الوصله بتدفع 7000 جنيه.
طيب انت يا مؤسسه لو رحتوا تدفعوا او تعملوا وصله دي هتدفعوا كام؟ هو ده المشاركه اللي ما بين مؤسسه سقيا الماء والمؤسسات اللي هي الخيريه والحكومه او الدوله. بتعمل تخفيض 50% لكل المؤسسات اللي هي بتروح تعمل وصله لاي اسره. فالنهارده بدل ما كانت الاسره بتدفع 7000 جنيه انا هروح اعمل لاسرتين بنفس المبلغ ده. فبعمل وصله ب 3000 جنيه بس. فالمتبرع النهارده بيقدر يدفع 3000 جنيه يفرح بيها اسره. نزلنا الحمد لله بننزل دايما عندنا فريق الابحاث بينزل لكرة كتير جدا. فبننزل بعض الكرة بنلاقي الحاله بتاعتهم صعبه جدا جدا ان هم ما عندهمش اي سبيل للميه ممكن يمشي 5 كيلو 6 كيلو عشان يجيب بس ميه اليوم ويرجع تاني القريه. او حد جنبه في البيت اللي جنبه عنده ميه وهو ما عندوش. لقينا مشاكل كتير جدا وحكاوي او قصص كتيره جدا بتقابلنا. طيب لما بنزل القريه بقى وما بلاقيش عندهم اصلا خط الميه الرئيسي. هل بمشي كمؤسسه انا بمشي بقول والله انا يا جماعه انا ما اقدرش اعمل غير الوصله بس ب 3000 جنيه ولما ربنا يكرم ويجي دوركم لان هي كده كده في شركه الميه بيبقى في بلان محطوطه لكل الكرة ان انت هيجي عليك وقت وهيوصل لك الخط الرئيسي ده. طيب انا بقى بعمل ايه؟ بروح اقدم طلب لشركه الميه بقول لهم والله انا مقتدر ان انا اعمل الخط الميه الرئيسي ده اللي جوه القريه دي وهوصل لهم كمان الوصلات اللي جوه البيوت علشان اقل المشقه للناس دي وكمان اديهم اللي هو محتاجينه. يعني انا افتكر في مره كنا في اسوان اعتقد قابلنا انا مش فاكر اسم الحاج يعني كان عنده حوالي 80 سنه او 90 سنه وبيقول ان هو عمره ما شاف حنفيه ميه في بيته. فبقى حضرتك بقى 90 سنه هو بيخش يخبط على الجيران علشان يديله شويه ميه. كم مره بقى الباب اتقفل في وشه وكم مره اتحرج واتكسر بخاطره طبعا. فهو جبر الخواطر اللي احنا عملناه مع الراجل ده ان احنا وصلنا له الحنفيه اللي عنده. فكان رد فعله جميل جدا. فهو قال لنا والله انا ما فرحان علشاني انا خدت عمري وخلاص بس علشان احفادي وعلشان اولادي ما يعيشوش اللي انا عشته من الحرمان من الميه دي. سبحان الله. فكانت احساسنا ان احنا لا فعلا احنا بنعمل حاجه كويسه جدا بنعمل حاجه كبيره جدا. مش لوحدينا احنا يا دوبك ربنا جعلنا سبب ان احنا نوري المتبرعين ونوري للناس يا جماعه الناس دي محتاجه. ودايما بنقول لهم تعالوا معانا يعني تعالوا معانا انزلوا شوفوا الناس دي واسالوهم بنفسكم اسالوهم هل انتوا محتاجين ولا لا هل انتوا فعلا تعبانين اعرف قصته وابدا بعد كده تبرع له. ربنا يكرمكم وربنا يتقبل منكم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. ومشاهدينا اسيبكم بقى في نهايه حلقتنا مع انجاز من انجازات مؤسسه سقيا الماء. بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت قدرنا نرفع الكفاءة والنتيجة ان اهالينا كلهم يستفيدوا واللي جاي احلى بكتير. هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسة سقيا الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من اهالينا جوه مطروح. انا اتبرعت بسط نخلة لله وقف لله فجيت علشان اشوفها بنفسي ازرعها كده بنفسي واطمن عليها وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً له الفضل والمنة ثم الفضل لكم والشكر لكم
ان انتوا ساهمتوا في رفع كفاءه المحطه دي، وده انجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه في سقيا الماء بفضل الله ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الايه اللي بتقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. مؤسسة سقي الماء نعمل من أجل الإنسان.